بالنسبة للنصر أنا صراحة عنوانها عندي عادة الروح أو عادة العائلة إلى وروح العائلة إلى البيت النصراوي. أشعر لي يمكن من أولى المباريات هذا الموسم أشعر الفريق كتلة واحدة، فرحة، تفوق اللاعبين على أنفسهم. نعم العمل الفني فيه مشكلة، لا زال محتاج النصر أنه يسرع ويستثمر فترة التوقف هذه بأنه يكون فيه مدرب يحمل قيمة كبيرة وسيفي كبير جدا، لأنه تحمل مقومات، تحمل خلنا نقول إمكانيات عالية جدا في الفريق. شفنا شلون اللعيبة قبل شوي يثني بترك على خالد الغنام، يثني على أيمن يحيى، فمعناته أنت خياراتك الموجودة استقطاباتك كويسة، بس محتاج من يدير دفة هذه النجوم ويقودها بشكل صحيح في العمل الفني اللي ممكن يرجع النصر من جديد للمنافسة. فقط هي عوامل بسيطة وقرارات بسيطة تعيدك إلى الواجهة. برافو في الشباب لهتان صراحة، قالها كلمة أبو نايف وأكررها، أنه فعلا قاعد يعيد اكتشاف نفسه هتان من محطة شفناه في الهلال وش سوى وراح للشباب، وكيف الآن قاعد يكتشف نفسه. ثلاثة صناعة، برافو هتان. شكرا بدر الفايز والشباب في الإعداد على بانوراما.